احنا اول شيء نتواجد في قريه عم سعيد مرحة معلة، جنوب قريه مرحة معلة. كانت الفكره لنا بالنسبه للمسجد المصلى ان نسوي مصلى لاصحاب الاراضي اللي بتواجدوا دائما في الاراضي اللي موجوده في قريه ام سعيد، والمزارعين اللي موجودين في المنطقه انهم يكون في مصلى لهم وهو متواجد يتوضا ويصلي فيه. فتفاجأنا قبل حوالي 5 شهور ان موجود اخطار هدم من جيش الاحتلال الاسرائيلي، فتوجهنا الى هيئه مقاومه الجدار والاستيطان وتعاملنا مع الاخطار وقدمنا شكوى عند المحكمه العليا الاسرائيليه انه مصلى وما باثر لا على اسرائيل ولا على امن اسرائيل. قبل تقريبا 12 يوم حكم مع المحامي فبقول لي المحكمه حكمت بهدم المسجد، للاسف ما قدرناش نسوي شيء بحجه عدم الترخيص. فبالنسبه لاسرائيل قرار الهدم يعني موجود مهما نسوي رايحين يهدوا واحنا ما بنتفاجأ، وهذا الاشي يعني موجود عند اسرائيل وهذا قرار اسرائيلي من اجل اخلاء الاراضي ومن اجل السيطره على الاراضي ومن اجل يمنع الناس انهم يستصلحوا ارضهم او يصلوا ارضهم. البيوت الموجوده عندنا هان مع اساس انها منطقه سي ممنوع العقد، عقد البطون والحديد ممنوع الا ينحط زينك او اسبست او شادر او شيء على ظهر الغرف الزراعيه اللي موجوده عندنا. فمن هذا المنطلق احنا منعونا ان نعقد المسجد هذا، قالوا لنا ممنوع لازم توقفوا ممنوع تسوي فيه اي شيء، بس نحط اي شغله ما بنشوف الاداره المدنيه اللي هي جايه علينا وبتمنعنا وبتنكل فينا. منطقة أم سعيد هي المحاذية لقرية مراحي معلة، فهي المنطقة البور هي المنفس الوحيد للمزارعين ورعاة الأغنام في هذه المنطقة، كما ترى أنها تأتي على جانب الشارع الرئيسي المحاذي لهذه القرية، فهم يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال عند مرورهم من هذا الشارع باتجاه هذه المنطقة لكي يرعون أغنامهم، فهي المنفس الوحيد لهم في هذه المنطقة. أنا بناشد جميع الدول العربية والإسلامية التدخل الفوري من أجل وقف الهدم للمسجد للمصلى في قرية أم سعيد.